في محافظة أبدع قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن علي محسن مثنى أبناء الرضمة إلى عدم السماح لأي كان النيل من الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في مديريتهم، مؤكدا ضرورة تعاونهم وتفاعلهم مع القوات المسلحة والأمن لتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك أثناء تفقده اليوم المواقع العسكرية التابعة للواء 55 مدفعية صاروخية المرابطة في مديرية الرضمة، وفي الزيارة التي اطلع فيها على أحوال المقاتلين وسير تنفيذ المهام العسكرية والأمنية واستمع منهم إلى إيضاحات حول طبيعة الأوضاع الأمنية في المديرية. أكد لواء الركن مثنى أن زيارته للمنطقة جاءت بناء على تكليف من قيادة وزارة الدفاع، وأن الرضمة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين المواطنين. أي جاهز أوكي.